إسرائيل متفوقة جوا، متفوقة استخباريا تكنولوجيا، لكن ألا ترى بأن حزب الله اللبناني، مع تقرير وكالة رويترز بأن ما دمر من قدرات حزب الله اللبناني هو 25% إلى حد قبل اغتيال السيد حسن نصر الله، ممكن أن ازدادت ب5% بعد كل ما جرى بعد ذلك. كذلك أيضا في نفس الوقت حزب الله لا زال يمتلك الأنفاق، هو تدرب كثيرا وهو مصمم على مواجهة أي غزو إسرائيلي محتمل على جنوب لبنان. ألا ترى أن حزب الله هو الآخر قادر على إيذاء إسرائيل فعلا، كما تحذر دائما الولايات المتحدة إسرائيل بأن أي عمل بري سيضر بإسرائيل رغم كل ما حققته إسرائيل حتى هذه اللحظة؟ أنا أعتقد حزب الله انكشف استخباريا، هو ما حمى رئيسه، 20 قائد من الصف الأول انتهوا، الآن الواحد فيهم يتلفت، لا يستطيع أن يحمل جهاز ووكي توكي، لا يستطيع أن يتصل. هم وصلوا إلى في نقل الرسائل كما في عهد الدولة الأموية في دمشق، ناقل الرسائل بس بدل ما يركب حصان خلوه يركب موتوسيكل، رسائل باليد، وقيدوا حركاتهم. يعني النقطة الثانية، الضربات اللي صارت حيدت الكل، لا تقول لي عندهم والله صواريخ وعندهم، هذا الحزب رسم لحسن نصر الله. حسن نصر الله أمين العام منذ عشرات السنوات، لما تم تحييده هذا الحزب الآن فاقد البوصلة، يحتاج وقت أن يهدأ، ويحتاج وقت الحقيقة أن يتعامل. في هذا الوقت إسرائيل راح تستمر الحقيقة بضغطها، وأتمنى الحكومة اللبنانية لها الآن تتحرك، تعرض حماية شعبها، يعني بدل ما شعبها يتعرض للخطر مع مكانه هذول المواطنين اللبنانيين، وتخلي الحزب بس يتفرهد هناك، المفروض الحكومة اللبنانية تنشر جيشها وتغطي حدود الجنوب بالتفاهمات الدبلوماسية والسياسية، وتغطي للضاحية. والحقيقة لازم السياسيين اللبنانيين والقادة اللبنانيين عليهم قرارات تاريخية الآن، بدل ما هم بس قاعدين لازم يحمون شعوبهم، 3 مليون بني آدم الآن في خطر شديد. لكن حزب الله أعتقد معنويا ضرب، حلفاء إيران معنويا ضربوا، إيران اهتزت صورتها وانكشفت أجواءها ليست محمية، وبالتالي لهذا السبب تجد الإيرانيين ساكتين لأنه ما عنده دفاع جوي، ومفاعلاته وقياداتها كلها معرضة للضرب.